إننا نؤكد مجددا وقوفنا مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحياد حينما تتعرض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار، ويجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة، كما أننا ندعو جميع الفعاليات الدينية وسياسية واجتماعية إلى التدخل والمبادرة من أجل درء الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار وتجنيب البلد مزيدا من الفوضى وإراقة الدماء وتحميل المسؤولية لكل من يسهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار أساسا للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس. كما نوجه الدعوة إلى الإخوة في التيار الصدري قادة وجماهير إلى العودة لطاولة الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تضع خارطة طريق واضحة تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم. إليك السؤال سيد علاء الخطيب، أنا استعرضت الآن بيان الإطار التنسيقي يدعو التيار الصدري قادة وجماهير العودة إلى الحوار، يعني الآن وبحسب وكالة فرانس بريس 8 شهداء سقطوا حتى هذه اللحظة، هل تعتقد أن التيار الصدري لديه استعداد للجلوس ليتحاور؟ أنا أعتقد حقيقة حتى البيان اللي صدر من الإطار التنسيقي هو عبارة عن كلمات منمقة وليست فعل في الواقع، لأنه الإطار التنسيقي كان عليه منذ البدء ونحن منذ أشهر وننادي بالجلوس على طاولة الحوار والتنازل من أجل الوطن، لكن لا أحد يسمع في الحقيقة، لا الإطار التنسيقي ولا التيار سمع هذه النداءات من كل الجهات، سواء الجهات الإعلامية أو الجهات الدينية أو الجهات السياسية. يعني بالأمس كان هناك حقيقة طلب من الرئاسات بالجلوس على طاولة الحوار، السيد الكاظمي دعا إلى الحوار، الأمم المتحدة دعت إلى الحوار، الطرف الأمريكي دعا إلى الحوار، الجميع دعوا إلى الحوار، لكن هناك تعنت حقيقة، هناك عدم تنازل من الإطار وهناك امتناع من التيار الصدري. هذه مشكلة حقيقية تحدث الآن في العملية السياسية. لكن السؤال حقيقة اليوم، يعني التيار الصدري المتواجد اليوم في المنطقة الخضراء بعد اعتزال السيد الصدر، من أين يأخذ أوامره وكيف يتحرك هذه يعني هاي الفعاليات الموجودة الآن؟ هذا هو السؤال المهم. ثم تطور الأحداث في الحقيقة إذا ما تعقل الجميع وإذا ما أراد الجميع حقيقة أن يعني يطمئنوا إلى الحوار ويجلسوا على طاولة حوار، فلن يكون هناك حوار. يعني ما وصل إليه حقيقة للحال هو كان وضع طبيعي جدا، لأنه هناك تعنت وهناك رفض، وهذا الرفض والتعنت من الطرفين أوصل البلد إلى ما وصل عليه. المشكلة اليوم الحقيقية، المشكلة الحقيقية أن الإطار لا حقيقة لا يرضى أن يتنازل، والتيار لا يرضى بإنصاف الحلول، يريد حل جذري. هذه هي المشكلة، يعني الجميع ينادي بالحوار لكن ليس هناك جدية من أجل الحوار. نحتاج إلى جدية من أجل الحوار، والحوار يحتاج إلى مرونة وإلى تنازل وإلى أن تجعل الوطن بين عينيك من أجل أن تجلس على طاولة الحوار وتحدث.